خدمنا به في مدينة وهران اللي كان لمدة 10 أيام، وين خدمنا به كاع الكوتي فيزيك. أنا بيان ترافاي افيك لو ستاف تاعنا، ومام حنا اللي جوار جدد وين ما تلقيناش كاع صعوبات الحمد لله. أون جروب سوليد، وإن شاء الله نزيدو نخدمو باش نزيدو شغل نتأدابتاو حنا جدد مع القدم اللي فات بظروف جيدة. دخل بأربع مباريات ودية الحمد لله يا ربي، كما يقول لك أبليكينا فيهم الماكسيموم وتبعنا التعليمات تاع المدرب. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله حنايا كما نقول لك نسعوا باش نقدموا توجور المجهودات والاضافه المرجوه منا ان شاء الله. دينا تحضيرات بعد العوده من تربص كنا في وهران، قمنا بتحضيرات مكثفه باش نكونوا واجدين للشامبيونا. ما يخفاش عليك باقي دو سيمان للشامبيونا، رانا نخدمو باش نكونو في لافورم تاعنا، و كاع لي جوار راهم واجدين ان شاء الله باش يقدموا كاع اللي عندهم باش نعودوا بنتيجه ايجابيه من رائد القبه ان شاء الله. قام دو ستاج، درنا دو ستاج تحضيرات، رانا حضرناهم كيما الفرق. زادونا اسبوع برمجنا مقابله وديه مع شباب غير بادلا مولود السيده، نهار الجمعه مع غير بادلا ونهار السبت مع مولود السيده. اما التحضيرات كما تشوف التحضيرات في المستوى وفرنا كل شيء.